أهلا بكم من جديد أحبتي المشاهدين. في بداية العناوين للصباح الرسمية: السوداني نتطلع لتعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق. أيضا الرئاسات عمل جاد لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين. لجنة الاقتصاد الصناعة العراقية بحاجة إلى تشريعات جديدة. أيضا دعوات لإعادة النظر في القوانين ذات الثغرات. وزارة العمل توقف منح التراخيص للعمالة الوافدة. وآخر أبرز العناوين: بيئة الديوانية تمنح إجازة لإنشاء مشاريع جديدة. أهلا بكم في تفصيلات الأخبار. نطالع السوداني نتطلع لتعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق. حث رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني دول العالم على الانفتاح الاقتصادي على العراق لما يمثله من بيئة واعدة للاستثمار، وفيما بين أن منطقتنا هي قلب العالم وأن العراق مركز هذه المنطقة تاريخيا وثقافيا. أكد حرص العراق على استقرار النظام الاقتصادي العالمي من خلال دوره كعضو مؤسس في منظمة أوبك. جاء ذلك خلال كلمة العراق التي ألقاها السوداني في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي اختتمت مساء أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض. وأثنى رئيس الوزراء على أهمية عقد القمة مبينا أنها تأتي ضمن فهم عميق للساحة الدولية، وأوضح أن العراق يدعم جميع الجهود الرامية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة وبين الدول العربية والصين، مبينا أن هذه القمة فرصة للتكامل الاقتصادي في منطقتنا من خلال تعزيز التعاون مع الصين والإفادة من الخبرات الصينية في شتى المجالات. وأشار إلى أن العراق يرتبط مع الصين بعلاقات عريقة أخذت حيزا متناميا من الاهتمام والتطوير خلال السنوات الماضية على الصعيدين الحكومي والشعبي. أيضا في الأخبار العربية والدولية: مقاتلات عسكرية ضمن برنامج القتال الجوي العالمي. أعلنت اليابان وإيطاليا وبريطانيا عن مشروع مشترك لتطوير طائرة حربية مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035. وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان أن طوكيو ولندن وروما ستبذل جهدا وطموحا لتطوير مقاتلة من الجيل جي CAP الجديد في إطار برنامج القتال الجوي Global Combat Air Program. وفي وقت سابق أعلنت طوكيو سعيها لتعزيز استراتيجيتها الدفاعية. واتخذت اليابان قرارا وصفته وسائل إعلام بغير المسبوق تمثل في تخليها عن إنتاج مقاتلة جديدة مع الولايات المتحدة بسبب عدم رغبة شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة. وفي نفس السياق اختارت وزارة الدفاع اليابانية التعاون مع بريطانيا وإيطاليا كشريكين في مشروع المقاتلة الجديدة. أما في الصفحة الاقتصادية، ارتفاع الطاقة الإنتاجية للحقول النفطية في ميسان. أعلنت وزارة النفط أمس الجمعة وصول الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يوميا في حقول محافظة ميسان. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان: برعاية نائب رئيس الوزراء وزير النفط، احتفلت شركة نفط ميسان بوصول الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف برميل في اليوم وبالتشغيل الأولي لمشروع معالجة المياه في حقل بزركان المرحلة الثالثة وبطاقة 20 ألف متر مكعب باليوم. ولفت وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب إلى أن المشروع يأتي ضمن خطط تطوير حقول نفط ميسان التي تشمل كل من حقول البزرقان الفكة أبو غرب. وبين أن مشروع استثمار الغاز سيؤدي إلى تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة نظيفة منتجة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف، فضلا عن تنظيف بيئة المحافظة من الغازات الملوثة. وهذا المشروع يعد من المشاريع الرائدة في العراق في محافظة ميسان، مشيدا بجهود تعاون شركة سينوك لتحقيق الأهداف المشتركة.
في صفحة علوم جيمس ويب يحل لغزا يبعد 2000 سنة ضوئية. تمكن التلسكوب الفضائي جيمس ويب في إحدى اكتشافاته الأولى التي أتاحتها قدرات المراقبة البالغة الدقة التي يتمتع بها رصد نجمين لم يكونا ظاهرين سابقا في سديم الحلقة الجنوبي الذي يحيط بنجم آيل إلى الأفول. يقع هذا السديم الغريب في مجرة درب التبانة على بعد حوالي 2000 سنة ضوئية من النظام الشمسي، وهو عبارة عن سحابة عملاقة من الغاز والغبار ينتجها نجم، وهذا النجم المصاحب هو الذي يبدو الأكثر توهجاً وسط قرص الغبار في الصور التي التقطها التلسكوب جيمس ويب المتموضع منذ الصيف الفائت على بعد 1.5 كيلومتر من كوكب الأرض. وتسهم ملاحظات جيمس ويب في توضيح هذا اللغز، إذ أن أدوات التلسكوب التي تتمتع برؤية على مستوى الأشعة دون الحمراء وهي طول موجي غير مرئي للعين البشرية، وفرت دليلا على وجود نجمين آخرين على الأقل داخل السديم. في كل مرة من الأخبار نتوقف عند آراء ومقالات، اخترنا لكم مقالا بعنوان التعايش السلمي بقلم دكتور حميد طارش، تقرأه الزميلة بشرى حسين. نتابع. التعايش السلمي بقلم الدكتور حميد طارش. يعد التعايش السلمي أحد مبادئ العلاقات الدولية، ويعني قبول التعددية الأيديولوجية والدينية والقومية والثقافية، واعتماد التعايش السلمي بين جميع الدول، ولم يقتصر على المستوى الدولي وإنما تكون الحاجة له أكثر على المستوى الداخلي. بمعنى آخر، يجب أن يكون التنافس بين مختلف الدول والجماعات سلميا وقائما على التضامن والاحترام ونبذ جميع أشكال التمييز والكراهية والتعصب. في منتصف المقال، التعايش السلمي قيمة حضارية وإنسانية شغلت الفلاسفة والكتاب، وكان نتاجها عدة مواثيق واتفاقيات دولية وتشريعات داخلية، ومن أبرزها على الصعيد الدولي ميثاق الأمم المتحدة الذي حرم الحروب وألزم الدول باحترام حقوق الإنسان. وأما على الصعيد الوطني فكانت الدساتير التي تعد القانون الأسمى للدول الذي نص على الحقوق والحريات مقابل السلطة. وعندما أقول الحقوق والحريات فهي مدخلات التعايش السلمي ونتائجه في آن واحد. في ختام هذا المقال، إذن السؤال الأهم: لماذا غاب التعايش السلمي على الرغم من أهميته في بناء الدولة ورفاه المجتمع، حين يشعر المواطنون بالمساواة والعدالة الاجتماعية في مجتمع منسجم ينعم بالحب والسلام والتضامن ونبذ التطرف والعنف؟ الجواب ليس سهلا على مشكلة صعبة تتعدد فيها الأسباب وتتشابك فيما بينها من التاريخ المعقد وترسباته إلى عدم القبول بها والتعصب على أساسها وتدني الوعي المطلوب لتجاوزها إلى ما تقتضيه مصلحة الأفراد والمجتمع، فضلاً عن تبنيها من قبل الساسة العاجزين عن انتشال الشعوب من معاناتها وتأمين حياة كريمة لهم. أهلا بكم من جديد إلى صحيفة الزمان، نطالع فيها الموانئ تواصل حفر أعماق القنوات الملاحية البحرية. تواصل الشركة العامة لموانئ العراق حفر الممرات والقنوات الملاحية البحرية العراقية، وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان تلقته الزمان بحسب توجيهات وزير النقل رزاق محابس السعداوي بضرورة حفر القنوات الملاحية البحرية العراقية لتحقيق الإبحار الأمن للسفن والناقلات التي تأم موانئنا. تواصل الملاكات أعمال حفر الممرات البحرية بدوره، قال مدير قسم الحفر البحري ضياء هاشم أحمد. لدينا حفارات بحرية تعمل على مدار الساعة لحفر واجهات الأرصفة والقنوات الملاحية والممرات البحرية وجعلها سالكة لدخول السفن والناقلات النفطية العملاقة. كما أكد الفرطوسي أن ميناء أم قصر الشمالي يعمل وفقا للمعايير البحرية العالمية والسلامة المهنية، حيث شهدت أرصفة الميناء في شهر تشرين الثاني معدل رسو السفن بلغ نحو 75 سفينة محملة بالبضائع التجارية المتنوعة.
في الصفحة الأخيرة، تسوية 5000 دعوة تتناول بيع سجائر إلكترونية للقُصّر. أعلنت شركة أمريكية مصنعة للسجائر الإلكترونية أنها توصلت إلى اتفاق هام تنهي بموجبه أكثر من 5000 شكوى رفعها 10000 شخص إثر اتهامات لها باستهداف المراهقين في استراتيجياتها التسويقية وبيع من منتجاتها لهم دون إعطاء تفاصيل. وبعض الدعاوى قدمت على خلفية اتهامات بالأذى الجسدي، فيما أخرى قدمت بصورة جماعية من جانب مستهلكين أو كيانات حكومية أو قبائل من السكان الأصليين. وأكدت الشركة أن هذه التسويات تمثل خطوة كبرى في اتجاه تحزيز عمليات وتأمين الطريق الواجب سلوكه من الشركات لأداء مهمتها في تقديم حل انتقالي للمدخنين البالغين للابتعاد عن السجائر القائمة على حرق التبغ مع التصدي لاستخدامها من جانب القُصّر. في خبر صحي أيضا، تدفئة الأنف تساعد على محاربة الزكام بصورة أفضل. يبدأ مع وصول فصل الشتاء انتشار فيروسات تطال الجهاز التنفسي، فيما تبرز عوامل تعزيز من الإصابة بالعدوى بينها مثلا كثرة التجمعات داخل الأماكن مغلقة تعيش فيها الفيروسات بصورة أفضل، كون الجو في الداخل يكون جافا. لكن لم يكن مؤكدا ما إذا كانت درجات الحرارة المنخفضة تضيف جهاز المناعة لدى أو تضعف جهاز المناعة لدى البشر، وإن كانت هذه الحالة فكيف يتم ذلك؟ تطرقت دراسة في مجلة نشرت Journal of Allergy and Clinical Immunology إلى طريقة جديدة يهاجم من خلالها الجسم الفيروسات وتعمل بصورة أفضل عندما يكون الجو دافئاً. وانطلقت الأعمال البحثية من دراسة سابقة أجراها إيميجي عام 2018، وتوصلت إلى أن خلايا الأنف تطلق حويصلات خارج الخلية، وهي مجموعة من الجزئيات الصغيرة تهاجم البكتيريا عند استنشاق الهواء. في الصحف العربية الإهرام المصري، الرئيس الصيني: العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت تطورا كبيرا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته الختامية أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت تطورا كبيرا، حيث أقام الجانبان علاقات شراكة استراتيجية قائمة على تعاون شامل وتنمية مشتركة لمستقبل أفضل. وأضاف بينغ أن القمة العربية الصينية عملت على تعزيز البناء لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة والمناخ، وتلتزم بإيجاد حلول سياسية بالقضايا الساخنة والشائكة والعمل على الحفاظ على السلم والأمان في المنطقة، وتدعو إلى التوصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات وتعزيز تعايش متناغم بين الحضارات المختلفة. وتابع أن الصين أقامت علاقة شراكة استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية كل على حدة، ووقعت على وثائق تعاون لبناء الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون الصين العربي. الصحف العالمية أيضا الجارديان: المهاجرون يواجهون تزايدا غير مسبوق للعنف على الحدود الأوروبية. نشرت الجارديان تقريرا لمراسلتها في بروكسل جينيفر رانكين بعنوان: المهاجرون يواجهون تزايدا غير مسبوق للعنف على الحدود الأوروبية. يقول التقرير أن المهاجرين غير القانونيين وطالب اللجوء يواجهون الضرب والتحرش الجنسي قبل أن يتم إبعادهم عن الحدود الأوروبية بشكل غير قانوني، وذلك حسب ما قالت شبكة عنف الحدود لمراقبة حقوق المهاجرين. ويوضح التقرير أن النشطاء أجروا مقابلات مع أكثر من 733 من طالبي اللجوء عام 2021، وأمدوهم بشهادات قاسية عما عاناه أكثر من 16 ألف مهاجر،
وهو ما يرفع عدد المهاجرين الذين تم إبعادهم بشكل غير قانوني عن أوروبا منذ عام 2017 إلى أكثر من 25,000 شخص. ويواصل التقرير أن المهاجرين تعرضوا للضرب والاعتقال بأعداد كبيرة في أماكن قذرة وضيقة بواسطة عناصر الشرطة في الوقت الذي تم فيه تجاهل طلباتهم التي قدموها للحصول على حق اللجوء أو تمت السخرية منها، حيث قال 5% فقط من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم عام 2021 إنهم لم يتعرضوا لعنف مفرط أثناء إبعادهم. شبغل الألمانية مصادر 130 ألف يورو ومجوهرات وأسلحة من المتهمين بمحاولة الانقلاب في ألمانيا. أفادت مجلة شبغل الألمانية بأن الأجهزة الأمنية صادرت من مجموعة اليمينيين المتطرفين المتهمين بتدبير انقلاب في البلاد 130 ألف يورو ومجوهرات من الذهب والفضة وأسلحة نارية وبيضاء. وحسب تقرير المجلة تم العثور على مسدسات وسكاكين وسيف وأجهزة صاعقة كهربائية وقبعات وأجهزة الرؤية الليلية. وأشارت المجلة إلى أن أفراد المجموعة حتى اللحظة الأخيرة كانوا يسعون لكسب دعم ممثلي الأجهزة الأمنية والجيش، وعقد آخر لقاء مع المشاركين في المؤامرة يوم 10 نوفمبر بشمال ألمانيا. وكانت النيابة العامة الألمانية قد أعلنت عن إحباط محاولة انقلاب في البلاد، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 25 مشتبه بهم من أصل 50 في عملية أمنية أصبحت واحدة من أكبر العمليات في تاريخ ألمانيا. ما تبقى هو كاريكاتير الصباح، نشاهد ماذا رسم فيها. شكرا للمشاهدة.